السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم الممتع الشيق وبرنامجكم الجميل جدا على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال وبرنامج ساعة شهية. النهاردة يوم جميل ويوم لذيذ فيه حتة حرفية. ليه معانا شيف النهاردة مميز؟ معانا شيف مبدع، معانا شيف عنده حتة احترافية في الشغل، هنشوفها مع بعض. ولكن تعالوا مع بعض نرحب بضيف حلقتي النهاردة، الشيف شريف. أهلا وسهلا بحضرتك شيف شريف، رفعت نورت الدنيا. ربنا يخليك، أنا سعيد بوجودك معايا. ميرسي لزوق، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. بقول لكل السادة المشاهدين تواصلوا معانا عشان نتكلم مع الشيف شريف على الحركات والتكات بتاعته، على الدنيا الدنيا الفندقية اللي هو جاي مبسطها لست البيت عشان تعرف تشتغل شغل الفنادق في البيت. النهاردة حلقة مميزة جدا، حلقة قيمة جدا، ياريت كله يتواصل معنا على الأرقام الموضحة أمام حضراتكم على الشاشة، واللي مش عارف يتواصل معنا أو مش قادر يتواصل معنا على الأرقام يتواصل معنا عبر صفحة قناة، عبر صفحة برنامج ساعة شهية على الفيسبوك. اهلا وسهلا شيفنا. ازي حضرتك يا شرف؟ هنعمل ايه؟ نقول للساده المشاهدين في المجمل النهارده هنعمل ايه؟ احنا معانا اربع اطباق ان شاء الله. هنبتدي باول حاجه شوربه الطماطم، بعد كده باستا بطريقه جديده بصوص الريحان، حاجه بصوص البقدونس، حاجه مختلفه وحاجه جميله وسهله. باستا بصوص البقدونس، يعني مكرونه بصوص البقدونس. تمام. وشوربه الطماطم. وشوربه الطماطم ان شاء الله، ومعانا كريم بورلي، ومعانا سلطه برتقال. كريم بورلي، ومعانا سلطه برتقال سهله برضو. سلطه برتقال، تمام. زي الفل. يلا نقول لشيفنا ابدا، يلا نبدا نشوف هنعمل ايه. لو هنبتدي هنبتدي بشوربه الطماطم. شوربه الطماطم، معانا حله سخنه على النار. تمام. يعني شوربه الطماطم دي عباره عن ايه؟ يعني وانت شغال كده عايزين نشرح ونقول للساده المشاهدين. تمام. شوربه الطماطم دي ايه؟ دي عباره عن، بتتقدم مع ايه؟ مع عباره عن زيت زيتون. تمام. انا معاك يا شيفنا. تمام. وهننزل البصل الابيض. تمام. ماده دهنيه المتاح عندنا زيت ذره، زيت زيتون، زيت اي حاجه مش شرط يعني. بعد كده ننزل بالبصل يلون شويه. بعد كده ننزل بالجزر. واحدة واحدة تانية يا شيف، انت عملت ايه؟ أول حاجة نزلنا بمادة دهنية. المادة الدهنية لازم تسخن معايا. لازم تسخن معايا. بالظبط كده. تمام. عشان تاخد معايا صدمة على البصلة. بالظبط كده، وتطلع الفليفر اللي فيها. الفليفر بتاع التست بتاعها، الريحة بتاعتها. برافو عليك. تمام. تسلم يا شيفنا. بعد كده بننزل بالجزر برضو يلون. أنا كده خدت مادة دهنية. تمام. سخنتها. تمام. وخدت بصل. تمام. وخدت جزر. تمام. تمام زي الفل. وبعد كده ياخدوا لون مع بعض كده، يكرملوا بمعنى أصح. يتكرمل يعني ياخد لون البني البسيط. بالظبط كده. تمام. بعد كده ننزل بالطماطم اللي عندي. طيب استاذنك ناخد سؤال. اتفضل استاذه دينا. اهلا وسهلا بحضرتك. الو. اهلا بحضرتك. اهلا. بس عايز اعرف طريقه المكرونه بالبشاميل. مكرونه بالبشاميل؟ والحواوشي الاسكندراني. والحواوشي الاسكندراني يعني. اي حاضر، عند حضرتك اي سؤال تاني؟ لا شكرا. شكرا معاك. واحدة واحدة، بعد شوربة الطماطم حطينا الطماطم، ما نكملها نجاوب على البشاميل. اوكي مش مشكلة. ندي رشة ملح بسيطة جدا، ده موضوع اختياري، في ناس بتحب من غير ملح برضه مش مشكلة. تمام. وفلفل اسمر. ملح وفلفل اسمر. تمام. ورشة زعتر. رشة زعتر. تمام. وسيبه يعني يتشرب من بعض شويه، يتجانس مع بعض شويه. وانت واقف دقيقه كده بتقلب، قول لي انت عملت ايه من البدايه للنهايه، واحده واحده. تمام. يعني هي الطريقه بسيطه وسهله، لان شوربه الطماطم مفيده جدا. تمام. اول حاجه ابتدينا بزيت زيتون او بزيت ذره المتاح عندنا. الزيت موجود. تمام. الماده الدهنيه. بعد كده بننزل ببصل ابيض يلون معانا، وبعد كده ننزل بالجزر، وبعد كده ننزل بالطماطم. تمام. يبقى خدنا الماده الدهنيه. تمام. خدنا البصل. تمام. خدنا الجزر. تمام. خدنا الطماطم. تمام. بعد كده البهارات بتاعتي. البهارات بتاع شوربه الطماطم عباره عن ايه؟ ملح وفلفل بس. حاجه بسيطه يعني. تمام زي الفل. في اي اضافات تانية بنحطها عليها؟ لا ما مش هو شوربه الطماطم. انا عايز طعم، عايز اشرب شوربه الطماطم. انا عايز اشرب شوربه الطماطم، مش عايز اشرب طيب حاجات كتير. انا ممكن اديها سكر، ممكن اديها حبه سكر، ممكن اديها رشه سكر يعني تظبط نسبه الحموضه شويه، تظبط نسبه الحموضه بتاعتها. تمام. ما تعملش حرقان على الصدر. لا. تمام زي الفل. يعني السكر زي حكايه الكاتشب كده. بالظبط. برافو عليك. زي الفل. تمام. حد معانا؟ تمام اتفضل. وصفتنا الثانيه ايه يا شيف؟
بعد كده لما يعني خلصنا شوربه الطماطم هنخش بقى في سلطه، سلطه خفيفه وسهله بسيطه والناس كلها بتحبها، سلطه البرتقال. عباره عن برتقال وعنب وفلفل الوان وجزر ونعناع وجبنه قريش. تمام زي الفل. نعيد تاني الوصفه النهارده. جرجير، جرجير خس، خس برتقال، برتقال. دي سلطه البرتقال. اي بالظبط دي سلطه البرتقال بالظبط. طب نبدا يا شيف كده واحده واحده ونوري للساده المشاهدين ازاي بتعملها. اوكي واحنا واقفين. تمام اتفضل هنا زي ما انت، وانا اروح كده ايه اشوف اقلب لك ايه شوربه الطماطم. ايه رايك؟ اوكي تمام. اقلب لك انا شوربه الطماطم. يا جماعه شوربه الطماطم هي بسيطه وسهله وممتازه. حطينا ماده دهنيه، بعد كده حط بصل شفنا الجميل، وبعد كده ادى الجزر، وبعد كده ادى الطماطم وادى البهارات بتاعتنا. ما شاء الله شايفينها اهي، يعني هو ادى على شوربه الطماطم جزر. الجزر يعني بأول نظر زي ما بيقولوا. تمام. وحاجه كده ايه ليها فايده في الايام اللي احنا فيها ديت. بنقول لي يعني نصيحه للساده المشاهدين، يا ريت يا جماعه في الايام ديت ربنا يرفع عنا هذا البلاء ان شاء الله، وندعي كلنا ونقول امين ربنا يرفع عن الامه الاسلاميه وعن العالم كله هذا الوباء، انه ولي ذلك والقادر عليه. عايزين نكتر 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 الخضروات، نكتر الخضروات، الجرجير، الخس، الفلفل في فيتامين سي، الفواكه، يعني نكتر من اكل الفواكه الايام ديت عشان نرفع من المناعه. نشوف الفواكه اللي فيها ايه فيتامين سي، نعمل كوكتيل فواكه، نجيب دايما فواكه خاصه مع الاطفال وكبار السن، نبدا ناكلهم ايه، نركز على الحاجات الطازجه الفريش دي. يلا يا شيفنا كده، يعني شايفك جايب البرتقال وعامله لنا سلطه ودمجه مع الجرجير والخس، يعني تمام. يعني دي حاجه جميله. تمام اتفضل. خس وجرجير. تمام خس وده نعم ده خس وجرجير. اتفضل اذا شغال. تمام خس وجرجير وعصير ده الصوص بتاعها. الصوص عباره عن ايه؟ عصير طماطم، عصير برتقال. استاذنك ناخد جيهان ونرجع تاني. اتفضل استاذه جيهان. اهلا وسهلا بحضرتك. معلش حاولي الاتصال بينا تاني، معلش حاولي الاتصال بينا مره تانية. تمام حطينا هنا ايه؟ حطينا جرجير. جرجير وخس. تمام تمام. ده الصوص بتاعها عباره عن عصير برتقال وعسل ابيض وملح وفلفل. تاني الصوص بتاعها عباره عن ايه؟ عصير برتقال. عصير برتقال وعسل ابيض. عسل ابيض وملح وفلفل. وملح وفلفل. تمام. على الجرجير والخس. بالظبط. اتفضل شيف اتفضل. انا طبق السلطه ده ما حدش ياخده وما حدش يستناه يا جماعه، طبق السلطه ده بتاعي. ماشي خد مدام ايه وارجع لك تاني. مدام ايه اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا اتفضلي. ازيك يا شريف؟ الشيف شريف مع حضرتك اتفضلي. ازيك يا زايه؟ ازيك يا زايه؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. أمورين. اتفضلي عند حضرتك اي سؤال الشيف شريف معاك، اي استفسار الشيف شريف معاك. هننزل الفلفل الالوان. الو ايوه معاك اتفضلي. وطي التلفزيون شويه وكلمي وكلمي الشيف معاك اتفضلي. نزلنا فلفل الالوان اهو. حضرتك لو الصوت مش واضح معاك يا ريت تفصلي وتعاودي الاتصال مره ثانيه. معلش اتفضل كلمي الشيف هو معاكي، رد عليها يا شيف. ازاي يا شيف شريف؟ ازي حضرتك عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. في اي استفسار اي سؤال؟ لو سمحت عايزين نعمل طريقه البيتزا الايطالي. اوكي عينيا حاضر عينيا حاضر تحت امرك. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ ناخد استاذه امور. اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه اهلا بحضرتك. اتفضلي. ممكن عايز اعرف بس طريقه البيتزا؟ البيتزا عنينا حاضر، هنقول لك البيتزا دلوقتي. عند حضرتك اي استفسار تاني او سؤال تاني؟ لا لا ماشي. شكرا شكرا لحضرتك. شكرا معك اتفضلي معانا. قبل ما نقول البيتزا ونجاوب على البيتزا والبشاميل والحواوشي الاسكندراني نشوف انت عملت ايه. تمام احنا حطينا خس وجرجير. خس وجرجير العصار العصير بتاعنا بالظبط كده. تمام وفلفل الوان وجزر وبرتقال. وبرتقال تمام زي الفل. شرايح برتقال فلفل الوان ممتاز. تمام فيتامين سي. تمام. جزر. تمام تمام برتقال. تمام جرجير. تمام خس. الصوص بتاعنا قلنا عباره عن ايه؟ عصير برتقال وعسل ابيض وملح وفلفل. تمام تمام. انت شايفك هتحط عنب احمر. تمام. تمام استاذ ادهم اهلا وسهلا بحضرتك. الو الو انا شيف. انا معاك. عامل ايه؟ اتفضل. الحمد لله. عايزني؟ نعم بقول لك انا عايز اعرف التورته. طب ما تيجي هنا ونعمل لك تورته يا حبيبي. حاضر نجاوبك على التورته. ربنا يبارك في حضرتك. تسلم.
ده شكرا. حطينا خلاص كده ده ورق كده السلطه خلصت خلاص تمام خلص. ده ورق نعناع ورق نعناع وبيدي ريفرش للسلطه جدا وبيديها طعم حلو جدا. النعناع بيعمل لحظه استرخاء بالظبط كده لحظه استرخاء بيندمج مع بالزبط. مع سلطه البرتقال الجميله ديت اللي فيها كام نوع تمام. بسيطه وسهله وست البيت بتعملها تمام. وانت كمان حاطط عليها جبنه قريش جبنه قريش ونعناع يعني لحظه استرخاء تمام. لحظه استرخاء كده مع ايه مع قعده كده رومانسيه الدنيا تبقى زي الفل تمام كده اول طبق خلص نعم تمام استاذ معتز اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك يا فندم يا استاذ معتز انا معاك اتفضل اهلا اتفضل مع حضرتك ايه يا فندم انا معاك اتفضل كنت عايز اسال بس الشيف شريف الشيف شريف مع حضرتك اتفضل اتفضل يا استاذ معتز أمرني كنت عايز بس طريقة السي فود عيني حاضر عيني حاضر عيني حاضر عيني حاجة تانية كنا عاملين أول امبارح تقريبا حلقة عن السي فود كنا عاملين أول امبارح ممكن تراجع الحلقة على اليوتيوب والشيف هيجاوبك يعني تمام تمام وأي حد يا جماعة ما يعني ما يعني بيبقى مشغول ما شافش الحلقة ولا حاجة ومش عارف يتواصل معانا ويسأل يراجع على اليوتيوب حلقات برنامج ساعة شهية هتلاقي كل الوصفات وكل الأكلات بفضل الله موجودة على قناة اليوتيوب برنامج ساعة شهية تمام هنعمل ايه تاني يا شيف نرجع للشوربة نرجع للشوربة نشوف عملنا ايه فيها تمام هي خلاص كله اتأثر كله مع بعضه هننزل بس بمرقة فراخ او بمرقة خضار عادي الموجود الشوربة اللي عندنا وسيبها تأثر تاني على النار تمام تأثر يعني تغلي شوية بالظبط تتكثف تاخد غلوة بالظبط تتكثف تمام زي الفل تمام كده سيبها براحتها سيبها براحتها على النار تمام هتعمل حاجه تاني الوصفه اللي بعديها ممكن ننقلها على هناك ننقلها هنا اوكي ونشتغل تمام زي الفل يا شيف هنعمل ايه بقى هنعمل نخش الوصفه اللي بعد كده ايه تمام هنعمل نعم ابو اسلام اهلا وسهلا بحضرتك اهلا يا فندم ربنا يبارك فيك اتفضل اهلا يا فندم اتفضل كنت عايز اسال والله لو سمحت الشيف الشيف شريف طريقة عمل تشيز كيك تشيز كيك حاضر تحت حاجة تانية يا أستاذ يسري شكرا متلعب تحت أمرك شكرا تحت أمر حضرتك تمام طيب. تمام طب ناخد كده البشاميل على السريع تمام نقول بشاميل كده تمام احنا معانا مادة دهنية معانا مادة دهنية ومعانا دقيق تمام وبننزل نخليهم يعني يتجانسوا مع بعض أو يرطبوا مع بعض وبننزل باللبن تمام وبننزل ببصلايه بيضة او زعتر فليفرات نعلي منها التست شويه تمام زي الفل وبنربطه لحد ما يقصر خالص ونصفيه ده البشاميل بتاعنا وجاهز مع اي حاجه ونمكسه مع اي مكرونه نقلبه مع اي مكرونه ونحط الاضافات اللي احنا محتاجينها ده بالنسبه للبشاميل ده حاجه سهله وبسيطه ومتوفر لجميع الناس يعني تمام زي الفل تسلم ايدك هنعمل ايه وصفتنا الجميله دي النهارده هنعمل فراخ صدور فراخ تمام احنا بس هنديها ملح وفلفل شويه ملح ورشه فلفل بس كده حاجه بسيطه وصفتنا اسمها ايه يعني هي عايزين نبسط كده للساده المشاهدين ونعرفهم احنا بنعمل يعني ايه مكرونه بصوص البقدونس مكرونه بصوص البقدونس بصوص البقدونس سهله وبسيطه والبقدونس حاجه مختلفه ومعاها صدور فراخ بالظبط تمام زي الفل التتبيله بتاعتنا ملح وفلفل عادي جدا ملح وفلفل عادي جدا تمام المفروض ان هي كده سخنه تمام ان شاء الله استاذه صفاء اهلا وسهلا بحضرتك ايه ابو ايه رؤيه استاذه رؤيه اهلا وسهلا بحضرتك الو معاك اتفضلي الو وطي بس التلفزيون شويه عشان تعرفي تسمعيني انا عاوزه طريقه المكرونه بشاميل تاني حاضر اوكي هعمل لك ايه رايك هعمل لك المكرونه البشاميل هعملها لك عملي بقى عشان وتيجي تاكلي معانا المكرونه البشاميل صفاء استاذه صفاء اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك انا لو سمحت عايزه طريقه التوميه يا استاذ شريف حاضر يا استاذ شريف مع حضرتك عينيا حاضر طريقه التوميه في طريقه سهله وبسيطه ويعني ومتعرف عليها ومتوفره بنجيب ميه ونشا بنربطهم على النار يغلي تمام وبعد كده بنحطه على في الخلاط مع توم وخل وملح
توم وخلهم اه ده سهل المتعارف عليه والمتداول في كل العيادات. ونضربه في الخلاط بالظبط. ونضربه في الخلاط عشان مش موجود الكبه بتاعه التوميه معانا. تمام. نحط عليها حبه زيت واحده واحده عشان ينعم معانا ما يجمدش تاني. بالظبط. بيحل معايا ايه النشا. تمام. تمام. دي صدور الفراخ هنديها صدمه. تمام. وسيبها براحتها برضو. استاذ طارق اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا استاذ طارق معاك. ممكن سعادتك يتواصل مع الشيف شريف؟ الشيف شريف مع حضرتك اتفضل. والله عايزين نعرف تاريخ عمايل الشيش طاووق. الشيش طاووق عينينا حاضر. هاي. الاسئله كترت يا جماعه يا ريت تدونا سؤال في كنترول كده واحده واحده معاكم. معلش. تمام. وعلى ايه يا شيفنا؟ اتفضل. اوبا. تمام. شكرا ليك. شكرا ليك وشكرا لاتصالك وشكرا لفرقتنا. هتعمل ايه كده مع شوربه الطماطم يا شيفنا؟ شوربه الطماطم هنديها معلقه معجون طماطم بالظبط. صلصه بوريه. صلصه بوريه بحيث ان هي ايه تدي لون برده وتدي حموضه شويه. تمام. بالظبط كده. بالنسبه للي مش عايز يحط صلصه بوريه خلاص بقى دي موضوع اختياري يعني مش شرط يعني. تمام. تمام كده بتاثر زي ما احنا كده ماشيين. هتخلص خالص لما تتقل معانا تجف منها الميه بتاعتها. بالظبط. عشان لما نيجي نضربها ما تعزلش منه يبقاش ميه مع تمام. عزله معانا. تمام. 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 وحتى لو 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 قعدت فتره شويه الميه ما تخليهاش تعمل حموضه او حاجه زي كده. بالظبط. صح. تمام زي الفل. تمام. نرجع لوصفتنا الجميله النهارده فراخ صدور. تمام. الله عليك يا شيف. ايه الريحه الجميله دي؟ شيف زواج. شيف شريف تظبط الدنيا. شيف زواج. ربنا يبارك في حضرتك. شيف زواج. تمام كده خلصنا خلاص. ده خلاص سيبها براحتها خالص. المفروض بقى معانا المكرونه هنقلبها مع حاجه كبيره. تمام ان شاء الله. بس يعني نخلص الفراخ شويه بس. احنا محتاجين تمام محتاجين ايه؟ حله. محتاجين حاجه اكبر ولا حله؟ حله. حله. طيب تمام. طيب نجاوب كده على 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 سؤال شيش طاووق. ناخد اللي احنا فاكرينه يا جماعه وتابعونا على في الكنترول. يدونا سؤال سؤال الشيش طاووق كده من الاخر اللي انا فاكره يعني معايا. بنجيب صدور الفراخ. بنجيب صدور الفراخ. تمام. بنقطعها تقطيعات الشيش وزبادي مع صلصه بوريه مع مستردة وملح وفلفل وبصل بودر وتوم بودر. تمام. 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 ده بالنسبه للشيش طاووق. بنسيبها تتبل. كل ما تقعد في التتبيله كل ما تكون احسن. وبنشكها في السياخ مع بصل وطماطم وفلفل الوان. تمام زي الفل. وبنشوي بالهنا والشفا دي مثلا سهله يعني. الموضوع سهل وبسيط. استاذ رمضان اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا باشا. اتفضل. عايزين نعرف بس طريقه مكرونه. عمل مكرونه النجريسكو. النجريسكو. حاضر. النجريسكو. استاذ يا شريف طبعا ده قسمه استاذ يعني. ماشي. هنشيل ده. تمام. تمام كده؟ تمام. في حاجه مش مفهومه لحد دلوقتي ولا لا كده زي الفل كله تمام؟ تمام. عايزين بس ايه نقدر نجاوب بقدر الامكان على الاسئله اللي جات لنا. جات لنا اسئله كتيره. نخش على النجريسكو اللي احنا فاكرينه على طول. النجريسكو. النجريسكو بيبقى عباره برضو عباره عن صوص ابيض وفراخ بن كده يعني بنشوح الفراخ. نفس ممكن نفس الموضوع بالظبط بس تبقى قطع صغيره. نفس الموضوع بس مكعبات صغيره. قطع صغيره. تمام. وبينزل ملح وفلفل برضو. وصوص بتاخد صوص البشاميل صح؟ بناخد صوص البشاميل. برافو عليك. صوص الوايت بتاعنا صوص الابيض بتاعنا بنقلبه ونقلبه مع المكرونه اللي احنا عايزينها برده بس هو يفضل بينا او المعترف عليه بينا مكرونه قلم. مكرونه قلم. تمام. تمام. وبعد كده بنقلبهم مع بعض وبنديها موتزاريلا وش موتزاريلا من فوق الوش وندخلها الفرن. تمام. ده النجريسكو متعرف عليه. عزيزه حبيبه استاذه حبيبه. الو. ازيك يا حبيبه؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا حبيبه؟ الحمد لله. تمام. يلا اتفضلي انا مع حضرتك. الحمد لله كويس. يلا الشيف شريف معاك. يلا عندك اي سؤال للشيف شريف؟ احنا هننزل انا ممكن نعمل مكرونه دلوقتي. اتفضلي يا حبيبه. ازيك يا ام شريف؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الو. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. تمام الحمد لله يا رب دايما. شكرا يا حبيبه لاتصالك ومتابعتك لينا. نروح للشيف ونشوفه عمل ايه. تمام. واحنا شغالين كده ممكن نحط زعتر مع الفراخ. زعتر بحيث ان هو يعني يعلي التيست بتاعنا شويه ويديها الفليفر اللي احنا محتاجينه. وحلو برده بيدي فليفر حلو في قلب الاكل اللي احنا محتاجينه. تمام. وسيبها براحتها خالص. تمام. تمام مش مستعجلين عليها. هنحضر حاجه نعمل فيها الباستا. تمام. تمام. هننزل بال المكرونه البنه معانا مسلوق. نعم
مريم اهلا وسهلا بحضرتك يا مريم. الو الو مع حضرتك. الو ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بقول لك يا شيخ، عايز اعرف طريقه للتورته تكون على قد الايد عشان اخويا عيد ميلاده عرس. حبيبي نعمل لك احلى تورته وتيجي تاخدها مننا لعيد ميلاد. حاضر. تورته على قد الايد. حاضر. تعرف تكتب بقى معانا؟ انا عايزك تكتب عشان هديك بقى انا السؤال ده وهديك طريقه التورته عشان تعمل عيد ميلاد لاخوك حبيبك. تمام؟ انت كده تجهز ورقه وقلم معايا وتكتب ورايا، هقول لك على مقادير بسيطه وسهله وطريقه حلوه وخفيفه. تمام؟ هتجيب 8 بيضات واحده واحده كده معايا، وهتجيب 8 بيضات. تمام؟ وهتجيب 200 جرام دقيق، وهتجيب 200 جرام سكر، يعني اقل من ربع كيلو ب 50 جرام. وما تزودش السكر عشان الكيكه ما تنشفش معاك، عشان الاسبونج ما ينشفش معاك. هعيد لك تاني واقول لك واحده واحده ببساطه. 8 بيضات و200 جرام دقيق و200 جرام سكر ورشه فانيليا ونص باكو باكنج باودر، يعني تقريبا كده معلقه صغيره، تقريبا معلقه صغيره. هتحط الفانيليا على الدقيق على الباكنج باودر وتقلبهم مع بعض وتنخلهم كويس قوي. تمام؟ ومعاك الثمان بيضات في الميكسر في المضرب. تمام؟ وتحط عليهم ال 200 جرام سكر وتفضل تضرب فيهم باتجاه واحد لحد ما انت تزهق والبيض يزهق منك. يعني ايه؟ يعني لحد الفوليوم ما يعلى قوي وتحس ان البيض كده بقى عامل زي الكريم شانتيه معاك. تمام؟ تمام. وبعد كده بفصل المضرب واطلعه بمعلقه خشبيه او معلقه بلاستيكيه، وبنزل بالدقيق مع الباكنج باودر مع الفانيليا واحدة واحدة، وبقلب في اتجاه واحد نفس مكان اتجاه المضرب بيدور، انا بقلب واحدة 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 واحدة. ولو مش عارف تقلب بالمعلقة الخشب بتلبس جلافز كويس وتقلب بصوابع ايديك كده عشان الدقيق كله يتدخل في ايه؟ في بعضه. وبتحطها في صينية مقاس 28، مقاس 28 يا جماعة. الصينية الوسط اللي عندنا في كل بيت، الصينية الوسط اللي عندنا في كل بيت دي مقاس 28، بتحط فيها وبتكون مولع الفرن قبلها بربع ساعة، الفرن يكون سخن كده شوية على درجة حرارة 180، وممكن تخليها 160، درجة حرارة 180 هعرفها ازاي على فرن البيت يا شيف؟ درجة حرارة متوسطة، درجة حرارة متوسطة، أنت بتعلي الفرن على الآخر يسخن في ربع ساعة، وقبل ما توصل قبل ما تدخل صينية الاسبونج معاك الكيكة بوطي إيه لتلت إيه؟ تلت المؤشر كده بعوده تاني، انا بعلي على الاخر بعد كده باخد تلت المؤشر اعوده تاني. تمام؟ تمام كده الدنيا معاك حلوه وزي الفل. بتدخلها 20 دقيقه من 18 ل 20 ل 22 دقيقه بالظبط، ما تفتحش عليها الفرن وما تخافش مش هيجرى لها حاجه. تمام كده الاسبونش عندك خلاص استوى، طلعته من الفرن، طلعته من الفرن حطه على رخامه، حطه على رخامه. تمام؟ وسيبه شويه يهدى، وكون مجهز 200 جرام كريمة شانتيه، 200 جرام كريم باودر شانتيه مع 100 جرام لبن مثلج او ماء مثلج، وتضربهم مع بعض ودي احلى كريمة. تمام؟ وتزوق بقى ايه، تجيب مثلا تفاحة، تجيب شوكولاتة، تجيب اي حاجة جاهزة تشغلها كده وتحط الكريمة عليها وتظبط الدنيا بتاعتها كده، وبعد كده ايه تزينها بالتفاح او بالشوكولاتة وتقدم احلى تورتاية مش هتكلفك 20 جنيه، مش هتكلفك 20 جنيه، وتقدم لاخوك تورتايه حلوه وتبقى عملتها في البيت وتبقى معاك الدنيا حلوه وزي الفل. نرجع حاجه ناديه اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اتفضلي. اهلا بك يا فندم. اتفضلي معاك. انا عايزه والنبي اسال الاستاذ شريف على صينيه الجلاش باللحمه المفرومه. عينينا. حاضر. يجاوبك الشيف شريف. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ لا شكرا. تمام زي الفل. شكرا ليك. عملت ايه؟ نكمل بسطه. حطينا زيت زيتون. حطينا زيت زيتون وطماطم شيري. وطماطم شيري بس. طماطم اللي هي الصغيره بالظبط كده. الطماطم الصغيره. ايوه بالظبط. تمام. بعد كده هننزل بالبسطه. تمام. المكرونه بتاعتنا يا جماعه انت طبعا سلقها. سلقها سلقه عاديه جدا. مكرونه مسلوقه. تمام. تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيف. ماشي يلزق. انت منور. ربنا يخليك. نقول لي حطيت ايه تاني؟ حطينا زيت زيتون. بحب الحاجات البسيطه ديت للساده المشاهدين. زيت زيتون. زيت زيتون وطماطم شيري. تمام. ومكرونه العاديه بتاعتنا. تمام. تمام.
هننزل بقى بصوص ال 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 البقدونس. البقدونس صوص البقدونس تمام. معمول ازاي ده؟ بيبقى عباره عن زيت زيتون. زيت زيتون. زيت زيتون وبقدونس. ورق بقدونس. ورق بقدونس ما خدش العيدان. لا لا باخد الورق البقدونس. وورق بقدونس بالظبط كده. وبعد كده بضربه في الخلاط مع ملح وفلفل ولوز. ملح وفلفل ولوز, ولوز. ورق بقدونس وزيت زيتون بيتضرب في الخلاط ده بيديني صوص البقدونس بالظبط كده. ممكن احفظه قد ايه في التلاجة؟ ده ممكن يقعد في برطمان كده كويس نظيف معقم في الفليزر. بيقعد كتير. بيقعد كتير. في مادة دهنية بتحافظ عليه. المادة الدهنية الزيت بتحافظ عليه. تمام. تمام. تسلم ايدك يا شيف. ميرسي لذوقك. انت نورتنا. ميرسي لذوقك. تمام. الله على الاكل. انا ممكن اسال المخرج ممكن اكل على الهوا ولا ما ينفعش؟ اكل؟ دلوقتي ماشي طيب. نجاوب على اي سؤال؟ طب قول اي سؤال. اي سؤال من الجلاج باللحمه اتصال؟ لا ما معناش اتصال. طب نقول نقول الطلب منا. الطلب منا حواوشي اسكندراني والجلاش. والجلاش ماشي. جاوب على الجلاش. تمام زي الفل. تمام. اخر يعني اخر حاجه ورق الجلاش معروف. تمام. بنجيبه وبنفرطه كده بس نغطيه باي حاجه عشان ما ينشفش مننا. ونعصق لحمتنا مع بصل. معصق لحمتنا زينا زي 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 البشاميل مثلا. اي لحمه معصقه واحد بالظبط. بصل وجزر وكرفس وملح وفلفل وبصل بودر وثوم بودر وجوز الطيب. تمام. تمام. ونعصق اللحمه منها مع بعض فيها ونحط طبقات وكل بين طبقه وطبقه فرشه زبده. وبعد كده قبل ما ندخله الفرن بنجيب بضايه مع نص كوبايه لبن وعلى الوش عشان يفضل يدي طراوه ويدي اللون الذهبي بتاعنا اللي احنا عايزينه. تمام كده. تمام زي الفل. وتسلم ايدك يا شيف. في ناس بتحب صوص البقدونس قليل ماشي. ناس بتحب البقدونس كتير مش مشكله يعني. الناس حسب الرغبه يعني. تمام. هو كده كده حتى لو كترنا هو بقدونس. هو بقدونس ومفيد جدا. بقدونس يعني. اخضر مفيد. وزيت الزيتون برضو ايه مفيد. تمام تمام. احنا ممكن تسلم ايدك يا شيف. خلص وممكن نحطه في الطبق. تمام. نغرف ماشي زي الفل. اوكي تمام. نغرف ده. وايه رايك نروح لفاصل وبعدين نرجع معاك نواصل. تمام تمام زي الفل يا شيفنا. نروح فاصل وبعدين نرجع معاك نواصل. انتظرونا بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل معاكم نواصل نشوف الشيف شريف عمل ايه. احنا طلعنا فاصل. تمام. وانت عملت لنا هنا ايه؟ احنا غرفنا زي ما قلنا خلاص. خدنا المكرونه مع الريحان مع صوص الطماطم الشيري وبعد كده قدمناها في الطبق مع صدور الفراخ اللي هي برضو ملح وفلفل وزعتر ومكرمله واخده لون ده لون بني حلو كده وحطيناها من فوق وقدمنا معاها بقدونس. يبقى كله ايه؟ بقدونس في بقدونس. الشغل ده انا بقول لكل الساده المشاهدين على الهواء يا جماعه الشغل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده شغل فنادق. الشيف شريف بسطه عشان تقدري تعملي الطبق ده في البيت وتغيري بقى من نوع اكلك وتغيري من نوع اكلك. شوفي الجمال وشوفي الطبق متقدم ازاي. صوص بقدونس مخلي المكرونه خضراء يعني حاجه مفيده كده ولذيذه مع مع زيت الزيتون حاجه كده مفيده مع صدور الفراخ اللي متبله بتتبيله بسيطه كده وسهله. تسلم ايدك يا شيف شريف. ميرسي لذوقك. تسلم ايدك يا شيف شريف. ميرسي لذوقك. نورت. ميرسي لذوقك. نورت. انا مبسوط. تمام. وسلطه البرتقال. البرتقال ديت محدش هياكل منها. انا هاخدها وانا ماشي كده بطبقها بحلب محتل. اوكي اوكي. تسلم. هتعمل لنا ايه بقى دلوقتي؟ طب انا شايفك في الفاصل ضربت انت عملت ايه؟ ضربنا شوربه الطماطم. تمام. ضربت شوربة الطماطم. تمام. يلا كده وري للساده المشاهدين بعد ايه. تمام. ايه تمام اهو معاك. تمام تمام زي الفل. بنضربها ضربه ناعمه. تمام خلاص احنا تقريبا خلصنا. خلاص تمام. مش يعني انت بتنعمها كده بالظبط. تمام زي في ناس بتصفيها وناس مش بتصفيها عادي. الموضوع تمام سهل وبسيط وفي ايدينا يعني. يعني ممكن نصفيها. خلاص احنا الناس بتحبها ناعمه جدا فبتصفيها. طب هي في المصفى خلاص كده بنصفيها. تمام تمام تمام. يعني كده الطبق كده خلاص خلص. تمام يعني سهل وبسيط. تمام. يعني ناخد تليفون. احمد. ايوه يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد. الله يخليك. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. اتفضل مع حضرتك. والله يا باشا انا يعني عايز يعني اقصد الله اقصد حضرتك في موضوع كده يعني. امرني. اتفضل. انا ساعات الباشا فاتح محل فحم وكده وطبعا القهاوي والمطاعم قافله اليومين دول وانا ظروفي ضيقه يعني والايجارات وكده. كمل كمل انا معاك. سامعك.
يعني محل فحم وكده والقهاوي فاتحه والقهوه قافله. انت دلوقتي عندك محل فتح فحم، الدنيا هديت معاك، عاوز تتواصل مع مطاعم تشتري منك صح؟ انا يعني عايز ورق في المال حضرتك يعني صرفته في ظروف الكورونا دي. ماشي، يعني عاوز ايه؟ عاوز ايه او انا اساعدك ازاي؟ تساعدني انا راس مال اجيب بيه فحم بس اكل عيش بيه يعني. طب انت متقول المطاعم قافله تمام؟ يعني انت عندك الفحم؟ ما في اليومين اللي فاتوا دول عندك الفحم؟ لا ما عنديش فحم والله، انا صرفته في اليومين اللي فاتوا كنا قافلين عشان القهاوي والمطاعم وكده. طيب صرفت راس المال على احنا نقدر منه. احنا نقدر نتعاون مع بعض ان شاء الله، بس سيب رقمك في كنترول بعد ما اقفل معاك، نقدر نتعاون مع بعض نحاول نتصرف وتجيب الفحم ووصلك لناس يعني مطاعم شغاله بفضل الله او بيشتغلوا مشويات وبتاع، وربنا ييسر الامور ان شاء الله معاك. تسلم. كلمني بس بعد الحلقه على طول مباشره او سيب رقمك في الكنترول. تمام، معانا تليفون تاني. تمام زي الفل. هتعمل ايه يا شيف دلوقتي؟ احنا ضربنا الطماطم، شوربه الطماطم ضربناها وحطيناها في شوربه الطماطم دي. انا حاسس ان يا جماعه دي شوربه ايه؟ قمر الدين. مهلبيه برتقال، مهلبيه قمر الدين. تسلم ايدك يا شيفنا، ايه الجمال ده؟ يعني بجد بجد ايتم فنادق النهارده معتبر. يا جماعه الوصفه الثلاث وصفات سهلين، الثلاث وصفات مقاديرهم موجوده في البيت، الثلاث وصفات متقدمين بطريقه جميله. يا ريت يا ريت نبدا ننفذ بقى واحنا قاعدين كده ايه في البيت، نبدا نشوف الاكلات الجميله ديت ونعملها. دلوقتي هنعمل كريم بوليه. استاذ عماد اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيف رائد، عامل ايه؟ ربنا يبارك في حضرتك استاذ عماد. ازيك عامل ايه؟ انا سعيد جدا باتصال حضرتك والله. منور الشاشه كلها والله. ربنا يبارك فيك. مرني. الله يخليك الله يخليك. عند حضرتك اي سؤال يا استاذ عماد؟ كنا عايزين نطمن على حضرتك بس والله وعلى القناه الجميله دي. ربنا يبارك في حضرتك، انا تحت امرك ومشرف ليا طبعا متابعه حضرتك والتواصل معايا. الله يخليك حبيبي يا استاذ عماد. تسلم لي، ربنا يبارك في حضرتك. تحت امرك، تحت امرك، اتفضل. تمام، هنعمل ايه؟ وصفتنا ايه دلوقتي؟ دلوقتي كريم بورليه. موضوع كريم بورليه عباره عن ايه؟ الكريم بورليه عشان اوضح للساده المشاهدين، عباره عن بندمج ايه ونعمل ايه؟ عباره عن بيض، صفار بيض، عباره عن بيض اصفر بيض. تمام، وعباره عن سكر. تمام، 4 معالق سكر. تمام، وكوبايه كريم كبير. كوبايه كريمه كبير لباني. اللي هي كريمه الطهي بالظبط. تمام، مش موجوده إيه؟ لبن زبادي معاه ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. يفضل كريم. يفضل كريم. تمام، طب ممكن لبن نكثفه ممكن لبن نكثفه. طيب تمام، خلينا في الكريمه يا جماعه، خليكم في الوصفه دلوقتي مع الشيف شريف عشان نشوف بيعملها ازاي. اول حاجه حطينا الكريمه تغلي على النار. تمام تمام، تاخد غلوه بس ما تغليش، يعني توصل لدرجه الغليان. تمام تمام، ناخد حمزه الاول. يا حمزه. نعم اتفضل، انا معاك. انعم الله عليك. عاوز طريقه البرجر. البيتزا. تالت طلب للبيتزا هنقولها حالا دلوقتي ان شاء الله. عاوز اي سؤال تاني يا حمزه؟ شكرا ليك. معانا امل بعد حمزه. يا امل. لا استاذه ورده ازيك؟ استاذه ورده اهلا وسهلا بحضرتك. عامل ايه فيك؟ الحمد لله رب العالمين، اتفضلي. اخبارك ايه فيك؟ الحمد لله تمام زي الفل. عند حضرتك ايه؟ انا من الاقصر حضرتك. نعم انا من الاقصر. اتفضلي تحت امرك، حي الله اهل الاقصر، تحياتي لحضرتك. أمورينا، عند حضرتك أي سؤال؟ معايا بنت أختي هتتكلم. اتفضلي مع حضرتك. ثواني شفنا. اتفضلي معاك. طيب ماشي، شكرا ليك وشكرا لمتابعتك وشكرا لاتصالك، وحاولي تتواصلي معانا تاني لو الخط قطع. بنعمل إيه؟ بنضرب الصفار بيض، أصفر بيض. أصفر بيض. مع السكر. مع السكر. تمام. يلا اضرب بقى وكل قول للساده المشاهدين هتضرب قد ايه. بنضرب لحد ما يتجانس مع بعضه وينعم مع بعض. لحد ما يتجانس مع بعضه وينعم. تمام. اصفر بيض. تمام، اصفر بيض وسكر. اصفر بيض وسكر. تمام. نوري كده الكاميرا كده اهو. تمام وانت شغال بقى. اصفر بيض وسكر بس. افضل اضرب فيه، وعندي الكريمه بالزبط. تاخد غلوه بالظبط، ما سيبهاش تغلي على طول، تاخد غلوه بس. تاخد اسخن غلوه بسيطه لمرحله الغليان. خلاص هي كده ايه؟ تمام جاهزه معايا. تمام تمام، احنا معانا وصفات تانية يا شيف بعد كده؟
لو في ماشي تمام زي الفل. معانا اسئله بقى وانت شغال كده تجاوب على الحواوشي الاسكندراني وبعد كده نخش على البيتزا. تمام. احنا جاوبنا على الجلاش وعلى البشاميل وعلى النجرسكو وعلى التورته. تمام تمام زي الفل. ناخد الاسكندراني حواوشي. حواوشي اسكندراني ده حواوشي بنجيبه اللحمه بنفرمها عادي جدا. لحمه مفرومه. لحمه مفرومه وبنديها التتبيله بتاعتها. التتبيله بتاعتها عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن ماء بصل وملح وفلفل وبصل بودر وكزبره ناعمه. طيب اخد ورشه على الثاني. تمام. استاذه ندى. ايوه يا ندى مع حضرتك اتفضلي. عايز اكلمك شريف واقول له الحاجات الحلوه اللي عاملها دي. الشيف شريف مع حضرتك. ازيك يا استاذه ندى عامله ايه الاخبار؟ كله تمام؟ اتفضلي عند حضرتك ايه سؤال الشيف شريف معاك؟ عايزه اساله عمل المكرونه الفتشيني. الفتشيني تمام. اوكي. تمام. عند حضرتك ايه سؤال تاني؟ شكرا. وناخد بعد امل مي. ازيك يا مي؟ شكرا وناخد. ازيك يا مي؟ الو؟ اتفضلي معاك. نوطي التلفزيون شويه بعد اذنك ونتكلم من التليفون عشان تعرفي تسمعيني. انا معاك اتفضلي. عندك اي سؤال؟ عاوزه طريقه الكشك. طريقه ايه؟ عاوزه طريقه الكشك. الكشك؟ ايوه. حبيبي انا مين لك الكشك. حاضر نقول لك الكشك. شوقتني للكشك. تمام. كمل وصفتنا كده عشان الشده المشاهدين. عملت ايه؟ احنا ضربنا صفار البيض مع السكر تمام لحد ما نعم خالص كله مع بعضه وكله دب مع بعضه. وبعد كده نسخن الكريمه بس مش هنخليها نغلي مش هنخليها تغلي وننزل واحده واحده على صفار البيض بحيث ان هو ايه ما تستويش مننا. تمام. اوكي زي الفل. تسلم ايدك. الشيف كان بيجاوب على الحواوشي الاسكندراني يا جماعه. قال بنجيب اللحمه المفرومه بنحط عليها بنفرم عليها بصل. تمام. بنفرم عليها بصل بناخد ميه البصل بنحطها عليها في التتبيله بتاعتها. بنحط كمون بنحط فلفل اسمر بنحط سنه قرنفل بنحط ملح. تمام. يبقى كده ايه تتبيله الكفته. تتبيله كفته الحواوشي يا شيفنا معانا الاسكندراني. تمام. الحواوشي الاسكندراني العجينه بتاع الحواوشي الاسكندراني يا جماعه الفرق بين الحواوشي العادي والحواوشي الاسكندراني هي التتبيله واحده ولكن الحواوشي الاسكندراني باللي هو العجين بنعجن عجين وبنعمله فيه زي عجينه البيتزا بس ما فيهاش خميره اما الحواوشي العادي الشعب المتداول بيننا هي التتبيله ولكن العيش بتاعنا بتاع الفرن العادي المخبوز العادي وبيبقى ناقص سوى شويه يكون ابيض عشان لما يخش يتحمر. تمام زي الفل. تمام. احنا معانا دقيقتين. تمام كده خلاص اخر طبق عندنا معانا دقيقتين ننزل واحده واحده. تمام. دي الكريمه اللباني. الكريمه اللبانية خدت غلوه على النار خدت تسخين على النار بمعنى صح. تمام تمام. ونقلب كده واحده واحده. ننزل واحده واحده برضو. الله عليك يا شيف. ميرسي لذوقك. انا مبسوط ان انا مع حضرتك حبيبي. ربنا يبارك فيك. تسلم ايدك ووصفاتك زي الفل. ميرسي لذوقك. تسلم لي يا حبيبي. تمام تمام سهل وبسيط. طيب ناخد كده ايه البيتزا الايطالي. البيتزا معانا 500 جرام دقيق. 500 جرام دقيق 300 مللي ميه. 300 مللي ميه. تمام. ومعانا معلقه ملح. معلقه ملح. ومعلقتين سكر. معلقتين سكر. ويعني حوالي 20 جرام خميره. 20 جرام خميره بس كده زي الفل. ده عجينه البيتزا. تمام. ده الكريم بورليه اهو هننزله في الطبق نغرف. تمام. كريم بورليه. بقول لكل الساده المشاهدين استمتعت بلقائي مع حضراتكم واستمتعت مع اللقاء المتميز النهارده مع الشيف شريف رفعت ربنا يبارك فيه. وشكرا ليه على الاطباق الجميله ديت المنسقه المنظمه اللي يا سبحان الله يعني فندق لو عملت الاطباق ديت يعني انا شايف ان انت بتقدمي اكل فنادق في البيت بتشايف